هلا هلا، صباح الخير على هالحلوين. طبعا بعض الاشخاص يسألون، وهاي صديقي، طبعا هذا ذكر، شلون تميز الذكر وبين الانثى؟ شوف الخط اللي على الرقبة، الخط الاسود مع الاحمر، اذا تشوفون هاي الخط يعني ذكر. الانثى تجي بدون خط، يعني تشوفوا هذه ما عليها خط، هذه نفية، هذا اللي فوق نفية، وهذا ذكر. الأنثى تجي بدون خط، يعني تشوفوا هذه ما عليها خط، هذه نفية، هذا اللي فوق نفية، وهذا ذكر. شوفوا هذا، هذه نفية، هذه نفية، شوفوها. أما اللي في إيدي هني هذا ذكر. عرف شلون تميزون الذكر والأنثى؟ شوفوا هذا، هذه نفية، هذه نفية، شوفوها. أما اللي في إيدي هني هذا ذكر. عرف شلون تميزون الذكر والأنثى؟ هاي شوفوا لونه ما شاء الله، شلون جميل اللون ماله، لونه أزرق، شوفوا. شوف شلون اللون ماله. على صديقي
الشعر.
قديمة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.